خلاص بقى، خلاص بقى والله العظيم، خلاص والله اعيط منك يا عم. اقول لك على حاجه، امشي، سيبها وامشي، يا امشي. عماد بليز، انا عندي هيدك بس. طب خلاص، انا ما هاتش، انا مش عايز اسيبك. سيور، ازيك؟ ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك؟ اتفضل يا فندم. بس انا كنت معدي كده فقلت اجي اسلم عليك و عماد. اهلا وسهلا. وانت؟ كريم محمد مصطفى، الشهير بكريم كالكوليتر. متجوز يا كريم؟ للاسف يا فندم. طيب معلش يا عمده بقى، ممكن كوبايه ميه بعد اذنك؟ ميه؟ اه خلاص حاضر. الفين بيومي ولا شاه بندر ولا فين ال... تعالى اتفضل يا فندم. ربنا يخليك يا رب. يا اخي الواحد مش عارف يتجوز ليه والله، بيجيب لنفسه وجع الدماغ. مش كنت يا ابني فضلت معاك؟ اه والله يا فندم، هو اللي حصل بقى. عارف يا فندم، الجواز ده عباره عن الاب ستور، فيه ابلكيشنات كتيره جدا، بتختار ان انت تعمل داونلود لابلكيشن معين، فساعات بينزل بياخد كباسيتي زياده، فبتضطر ان انت تفرم. ياه، ده انت شايل ومعبي. طبعا بتتكلم كده براحتك عشان مراتك مش موجوده، مش كده؟ اه والله حضرتك عارف بقى تحكمات الست. لا ما انا زيك برضه نفس الموضوع، ما اعرفش اتكلم كده غير وانا لوحدي. دلوقتي معالي قالت لي ان انت هتعمل عمليه لابنك وهتتكلف 15,000 جنيه. فادي دول 20,000 جنيه، ادفع مصاريف العمليه والباقي خليهم معاك عشان لو حصل اي حاجه، ولو احتجت فلوس تانيه تيجي لي على المكتب على طول. مش عارف اقول لحضرتك ايه يا فندم، ربنا يعلي ترندك ويحبب الفريندز فيك، يا رب يوقف لك كل البروفايلات المزوره ويبعد عنك اصحاب الهاكرز. خلاص يا كريم، خلاص يا رب يزود. المايه يا سيدي. الحسابات المخرفه دي مش عجباني يا كريم، ظبط شغلك. حاضر يا فندم. يا ابن الراجل خرج مكتئب. بس بس شوت داون.